الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ثم قال بعد ذلك، ايش قال الشطر الثاني؟ الاصل في النهي الفساد. انتبهوا لها القاعدة الطيبة، الاصل في النهي الفساد، يعني كل شيء نهاك الشارع عنه فاعرف مباشرة انه فاسد. اذا تستفيد من نهي الشارع امرين، تستفيد التحريم والفساد. انتبه، نهى الشارع عن الصلاة في الدار المغصوبة، إذن حرام وفاسدة. نهى الشارع عن الوضوء بالماء المغصوب، إذن حرام وفاسد. نهى الشارع عن بيع حبل الحبلة، إذن حرام وفاسد. نهى الشارع الحاج، انتبه، عن الجماع قبل التحلل الأول، فإذا يكون حج من جامع قبل التحلل الأول فاسدا، وهذا بإجماع الصحابة. وإجماع الصحابة نهاك الشارع عن بيع الغرر، فيكون بيع الغرر حراما وفاسدا. إذن جميع صيغ النهي تستفيد منها الأمرين، التحريم والفساد، إلا إذا وردت قرينة تصرفك من التحريم إلى الفساد، وقرينة تصرفك من الفساد إلى الصحة. إذا وردت القرينة التي تدل على أن هذا النهي لا يفيد الفساد، فإننا نقول بما دلت عليه القرينة. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تلقوا الركبان، لا تلقوا الجلب. الجلب هم البدو الذين يأتون بسلعهم من البادية يبون يبيعونها في السوق. لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. انتبه، هذا بدوي جاء بغنمه يريد أن يبيعها، فخرج الحضري له في الطريق وتلقاه واشترى منه السلع، فإذا أتى البدوي للسوق ورأى أن الحضري قد خدعه فهو بالخيار، إما أن يأخذ من الحضري الزائد الذي خدع فيه أو يسترد غنمه. طيب، إذا تلقي الركبان منهي عنه، منهي عنه نهي تحريم، لكنه لا يقتضي الفساد. فلو أن الحضري تلقى البدوي واشترى فشراء الحضري صحيح. ما الدليل على الصحة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للبدوي الخيار، وترتيب الخيار على المعاملة دليل على صحة أصلها، إذ لو كانت فاسدة لما ثبت الخيار للبدوي. قال: فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. ما فهمت هذه؟ فإذا ترتيب الخيار دليل على الصحة، دليل على الصحة. كيف؟ طيب شوي خلنا بس نوضحها الحين. أحيانا نسبق بالأمثلة وأحيانا نسبق بالأدلة. أنتم فهمتم هذا؟ فإذا وردت القرينة التي تصرفنا من الفساد إلى ماذا؟ إلى الصحة، فنقول بأنه حرام ولكن الصحيح حرام ولكن صحيح. أعوذ بالله من الشيطان، حرام ولكنه صحيح. فإن قلت: وما برهانك على أن كل نهي فإنه يقتضي الفساد إلا بقرينة؟ فأقول: إجماع الصحابة على هذا الفهم. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم مجمعون على أن نهي الشريعة يستفاد منه الفساد، فكانوا يحكمون بفساد الأنكحة بمجرد النهي عنها، فحكموا بفساد نكاح الشغار، وحكموا بفساد نكاح المحلل التحليل. ما برهانهم على هذا الفساد؟ إنما هو النهي، فكانوا يستفيدون من النهي الفساد. وكذلك أجمع الصحابة على بطلان حج من جامع قبل التحلل الأول. ما برهانهم على هذا الفساد؟ أنه نهى، أنه منهي عنه، قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فنهاه الشارع عن الجماع وهذا جامع، فإذا يكون حجه فاسدا. فإذا كان الصحابة يستفيدون من النهي الفساد، فإذا القول الصحيح في هذه المسألة هو أن النهي يقتضي الفساد. وبناء على ذلك
فمن جامع قبل التحلل الأول فإن حجه فاسد لأنه ارتكب النهي والنهي يقتضي الفساد. ومن صام في أيام العيدين ومن صام في يوم العيدين فإن صومه منهي عنه وفاسد. لما؟ لأن الشارع نهى عنه والنهي يقتضي الفساد. من صام في أيام التشريق ممن لا يجوز له صيامها لأنه لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، ولا لا؟ لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فمن صامها بلا إذن شرعي فيعتبر صيامه محرما وفاسدا. من أين استفدت التحريم؟ من صيغة النهي المطلقة. ومن أين استفدت الفساد؟ من صيغة النهي المطلقة. أنتم معي ولا لا يا جماعة؟ وهكذا. وكذلك الخديعة في البيوع، لو أن إنسانا باعك شيئا معيبا أو رفع عليك السعر في السلعة، هذه السلعة مثلا نظارات القراءة مثلا بخمسين ريالا وأنا بعتها بثلاثمائة ريال، هذه زيادة فاحشة ولا لا؟ فإذا تبين لك بأخرة أنك قد غبنت فهل أصل البيع فاسد لوجود الغش والتغرير؟ الجواب لا. سبحان الله، دل الدليل على أن النهي عن الغش والتغرير في البيع لا يفسد أصل البيع، وإنما يثبت الخيار للمشتري بين أخذ الأرش أي الزائد أو استرداد السلعة، بدليل أن رجلا كان اسمه حبان بن منقذ رضي الله تعالى عنه، هذا أصيب بضربة في رأسه فصار يخدعه الباعة، مثل عندنا مصطلح دارج يعني مثل صار عنده ضعف في العقل شوي، مدركات العقل بسبب تلك الضربة، فكان كلما دخل في السوق غشه الباعة ورفعوا عليه السعر، ما يعرف يماكس رضي الله عنه. فجاء أبناؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو وأبناؤه يا رسول الله إني أخدع في البيوع، فقال إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة، وجعل له الخيار ثلاثة أيام. فإذا ترتيب الخيار دليل على صحة هذا البيع، فإذا من خدعك في البيع فلا تقل أنت خدعتني فالبيع باطل، لا، البيع صحيح، ولكن إما أن ترد السلعة وإما أن تأخذ المقدار الذي خدعت فيه. فإذا خلاصة القاعدة أنك تبقى على النهي حتى يرد، أنك تبقى على التحريم في صيغة النهي حتى يرد دليل الكراهة، وتبقى على أصل الفساد حتى يرد دليل الصحة. نعم.